جنديل ادوي يا جنديل ادوي يا جنديل ادوي يا جنديل ادوي يا جنديل علينا تنور بلاد الزينة ندع للمولى يحمينا ادوي يا جنديل ادوي يا جنديل علينا تنور بلاد الزينة ندع للمولى يحمينا ادوي يا جنديل مشاهدي الاعزاء، اليوم احنا في المدينه القديمه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف. حابين احنا نتلاقوا اليوم على الحاجه فاطمه تحكي لنا على عاداتنا وتقاليدنا متاع زمان، ونحاولوا بلكي عن طريقها هي نعيدوا الذكرى ونرجع اياماتنا الحلوه. ها هي معانا تو، خلينا نتعرفوا عليها. هي كيف حالك؟ الحمد لله الحمد لله كويسه الحمد لله. انت بخير يا رب العالمين. الله الحمد لله. لا لا عادي، تفضلوا مرحبتين. سلمي عاداتنا وتقاليدنا زمان، شو كنا نديروا زمان؟ وينها تنسوها كلها؟ ما فيش. وين العادات والتقاليد؟ كنا نديروا في الميل والعصيدة بالسمن والعسل، نديروا حنا الضوق، العصيدة تبدا من حوش الحوش، وهذوك الشمع والخماسات والقناديل والزغاريت والوشق. وين تو هذا كله؟ ما فيش، تنسوه. ايوه لا 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 والله خطوا لوح البعيدة تنخلع تنودي من نومك مفزوعة. والله العظيم ما لقناديل وخطوا لوح والمهل اللي فجروا فيه هذا خلاص. لا حتى الأحضار ينحوهم معش فيه. وين الأحضار؟ مش قبل يطلع الأحضار تو معش فيه أحضار. يا حاج، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف تو، كل سنة وأنت طيب. احنا عارفين تو في ذكرى المولد النبوي الشريف الناس تتردد على الأماكن اللي زيك تاخذ في الرب والعسل والحاجات هذه. ولغاية اليوم. أيوه ولغاية اليوم، تمام كويس. نبوك تحكي لنا، هل ما زال زي قبل الناس ولا قلت الحاجة هي؟ في وفي. يعني معناها تقدري تقولي 80% زي قبل. أو 85. 85 صح. أيوه في يعني حتى نقولوا 85 ولا 90 في يعني 15% ما يعملوش. و85 يعملوا في العصيده ويعملوا في لكن في حاجات من غير هيك يعني يديروها بالعصيده، يديروها بالرب والسمن والزيت، والا بالعسل والسمن نوعين. يوم الموسم نشر رشه كسكاس واللحم الخروف يا ماما والسمن الحقاني، وحنا ونديروها بالبصله وتبدا من حول الضوقه تمشي للزنقه كلها. تعرفي ايه؟ ناقص سكر، حندي لك سكر با شويه. هذا رزيلي انت ايه؟ باه خلاص حاضر ماشي. احكي لي بس على حاجه زمان. ايه قلت لك يعني باهي وين وقفت انا؟ ايه قلتي لي اول يوم ما تاخذوا رجده. ايوه يوم الموسم. يوم الموسم ايوه، وحلوه الموسم يا ماما هذيك الزمنيه المليحه. ايوه حلوه الموسم. حلوه الموسم هذه كيف كانت؟ شنو شكلها هذه؟ شكار وهيك، هي يكسروا فيها هيك حلوة، حلوة الطروني وحلوة الموسم هذيك الأولى المقومة. قاعدة لتو الحلوة هذه وينها؟ ما هناك. لا 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 تو أنا ممكن ما نعرفش. قرضت ما فيش، أنت تو ما جيلك ما تعرفيها. إيه الله غالي. عرفتي؟ باه هذه تاخذوها يوم الموسم. ناخذوها يوم الموسم كله، والعسلة. باه وزلابيا. هذه العسلة وزلابيا نعرفها. أيوه نعرفها من رمضان. والسفنز حتى هو. إيه إيه. باه إيه هذا كله نديروه، وثاني يوم يا ماما نصبح نديروا العصيدة بالسمن والعسل. اللي يبي واللي يبي الرب يبي، واللي يبي سمن وعسل يبي. الرب هدايا استعملوا فيه العصيدة مع الزيت هدايا. فيه اللي يستعمل بذل من الرب يستعمل في العسل اللي هو هذا. العسل هذا عسل طبيعي ربيعي، يعني ما هوش صناعي ولا فيه معنى في. بالنسبة للعصيدة فيه اللي يستعمل فيه دقيق الطعام، دقيق طعام هذا دقيق طعام استعملوه للعصيدة. فيه اللي يستعمل في الفرينة، الفرينة، وفيه اللي يستعمل في دقيق الشعير هدايا اللي هو دقيق الشعير هدايا، غير فيه اللي مكتوب عليه وفيه اللي لا.
هذه بالنسبه للعصيده والرب. والصبح نديروا هنا النوض ونديروا العصيده ونتعصدوا وناكلوا ونطلعوا نتفرجوا على الحضره. ونروحوا نطيبوا غدانا. حاجات كانت تتذكر الحاجات اللي رددوا فيها في الحضره ويقولوا فيها زمان. شو يقولوا فيها؟ يقولوا انا عبيدك وانت ربي. شن هي نسيتها انا راحت مني. عمر هي خيار العبد اللي مولى هذا بالبازا. وانا المالوف وانا نتاع هذاك اللي بالمالوف المليح نتاع العرسان هذاك. قبل ممكن توا نقصت الحاجات هي اي نقصت صح نقرض ما فيش يعني قبل حتى الصلاة ايه اللهم صل وسلم عليه ايه نقعمزوا نهدرزوا مع صغار ايه ايه حكوا لهم على المولى عالمين و سببها اصلا ايه ايه صح توا احنا كان تلاحظي صغارنا توا شنو بدو يديروا مجرد ما نتفكروا ذكرى مولد النبوي الشريف ايه ايه نمشوا خطوا لوحتوا يشروا ايوه نصيحتك بلكي هيك نصيحه عن طريقك انت تفيد هالبلد والله تنصحيهم من يسمعها نصيحه خذ النصيحه ولي الامور كيف والله ما دابينا ولا الامور يوروا صغارهم الميلود ويوروهم هذا خطوا لوح بش كويس هذا كل ضيع ناس راهو خيرك في اللي عينه وفي اللي ايده وفي اللي شنو تحسابي راه الصغار او يديروا في الدرابيك والقناديل هذا زمان لا حتى لغايه الان وانا يبيعوا انتوا في مدينه قديمه قاعدين يديروا في الدرابيك قاعدين يديروا او تو تلقيهم يبيعوا فيهم هني ويبيعوا في الشماعي هذونا الشعل شعله هي تعرف انواع واشكال وفي اللي يدير في اسمها هذا الشمع هذا العادي تو يديروا حتى في حاجات ثانيه يعني من يعني حاجات صناعيه زي ما تقول فيها قطران وفيها حاجات وفيها كذا ويديروا في الوحدات اللي يشعلوا هذول الوحدات النجوم اي حاجه احنا شفنا توا كثره ظاهره الخط ولوح والالعاب الناريه والحاجات هذه شو رايك في هالحاجات والله هذه مضره اكثر من نفع مضرتها اكثر من نفع ودارت كوارث في البلاد اكثر من مره تعرفي وليت عم نول في شارع الرشيد هنا يعني حرقت محلات يعني الاف الجنيهات اللي خسرتها الناس ودمرت محلات وركبت حتى الفوق للسكان بالنسبه لي لمه العائله خلينا نتكلم على لمه العائله نتفكر حتى وانا صغيره زمان العمات ايه؟ والاخوال وكذا العم والكناين يباتوا من الليل ايوه تو ما فيش هذه علاش حاجه هي معش يبو العزوزه معش يبوها لا العزوزه هي اللي مدى بيها والله كيف؟ تو شوفي ماشي بده لا والله ما دبي تو ناهو جوني تو صغاري ديما تو ليله الميلود يجوا كلهم باهي الحمد لله قاعدين انت الحمد لله بنويتي ايه ايه لا يجوني هيك الحق ونديروا العصيده ونشعلوا هنايا ويطربقوا الصغيره ويفرحوا ونحلوا لهم يديات من البنيات ويباتوا عندي تو من ليله انت تو لقطت منك كلمه قلتي طربقوا الصغيره ايه يعني حتى انت تطربقوا لا لا احنا لا 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 باهي كان غير في حاجات بسيطه هيك تطربق وحاجه يقولوا لها التومه مش عارفه التومه هذه مش مشكله ايه عاديه ايه ما فيها لكن في كوارث تو يجيبوا فيها يا كبدي هي المستشفى يتعبى ايه المستشفى يتعبى فامس طوالي يعني قليله الميلود بالصدفه انا كملت حلقتي اليوم معك ان شاء الله حلقتي درت لقاء مع هيك مع ناس هيك من عامه الشارع يعني في الشارع ايه ايه كلموا لي على هالموضوع ايه ففي ناس قالوا لي ان سبحان الله فعلا ان ذكرى المولد النبوي الشريف هذا الاجانب تقصدوا ان هم يصدروا لنا الشيء هذا أيه يوم بس شنو ايوه باش ننسوه احنا يصير فيه ايوه فيها حروق أيه وننسوا احنا عاداتنا وتقاليدنا يعطيك الصحه ريتي سلمك ريتي 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 العمله وين لا دي العمله ريتي فالناس الحاجه هي مش منتبهين مش منتبهين لها يا ريت ينتبهوا لها ويردوا لنا عاداتنا ويردوا لنا متاعنا الاول خير يا اخويتي والله العظيم فكر زمان وانا صغيره امي تحنيني ايه كنا صغيرين نحنوا فيهم في الميلود جو والله بنيات يباتوا اللي عندي بنيات بنتي ايه وبنيه ولدي حتى هي والقناديل زمان قناديل القطران يا اخي نتاع الحبال هذوك تو وينهم فكر ايه والله زمان الله يرحمها امي تدير فيهم بروحها تنقع تشري الحبال وتنقعهم في القطران وتدير لهم عصاج جريده هذه الطويله الجريده وتديرهم والله تدير فيهم شريت الحنه وشريت الدرابيك
قاعدين زي قبل تحنوا وتاخذوا في الدرابيك. ناخذوا درابيك وصورات نفرحوهم يوم المولد الرسول عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على النبي. باهي يدربك البنيات ونوضوا بكري نتاع الساعة حتى في اللي نوض الساعة 7 في اللي نوض 8 أمتى بتنوضي أنا عادتك واتية وديري شاهيك أنا شاهي العادة نتاع العويلة أو شني والعصيدة كل واحد يعني تبي لي صوينيت كويس قاعدين إن كنتوا تديروا في الحاجات تقاليد وعاداتنا نتاع زمان قاعدين زي قبل إن شاء الله ما تعيد ما تبطلنا عادة زي قبل لو كان عاداتنا وتقاليدنا وحاجاتنا زي قبل تو تولي ليبيا زي قبل يا ريتهم يردوا يا بنيتي يا ريتهم يسمعوا الكلام ويولوا ويلوحوا على العادات اياه والله ما هي لينا هذه اللي نعرفها للكفار هشاك لينا حليله اللي بينوا الطرابلسيه بالذات والله ما عندنا الدواء هذه تو لا لا اللي ما يديرش يشرب فيه تعرف فلوس يحرقوا فيهم وغالي المشكله وغالي تو انت تو ان شاء الله الواحد لاقي ياكل تو صحيح بيشري بها هنا تو هي القندق هذا الشمع ولا حشاك ب 10 جنيه الباكو حتى الشمع ولا غالي ولا غالي ريتي مؤخرا بديت نشوف في حاجات انا ممكن على النت مش عارفه ليك علاقه بالنت ولا لا يعني لا والله عندي في تليفون يعطيك الصحه عندي الفيس وعندي الفايبر وعندي صار مواكبه هيك عندي كل شيء يعطيك الصحه سلمك جيل توا العصيده يدير فيها بالمكسرات ايوه وانت كنت تشوفي العمده الثانيه بدو يرسموا فيها توا ولادك بيتفاجئ هذا ولدي لا عادي معلش محمد العصيده توا بدو شنو يديروا لها زخرف احنا عمرنا نزخرفوا فيها قبل العصيده ما زخرفوش فيها سلام ورحمة الله عمرنا لما زخرفوا فيها قبل ايه وتو قبل تو يبدوا في يديروا فيها ورده ويديروا فيها ايش رايك في الحاجه هذه لا ما هذه لا غلط ولا لا غلط يشوهونا في تقنيه يشوه العصيده اللي بتاعت الميلود لولا شوهوها ايه وينها احنا تو انا نعرف ان في الشرق يديروا فيها بالسمن والعسل ايه يعني. ايه ايه حتى احنا نديروا فيها بالسمن والعسل ايه وفي ناس يديروا فيها بزيت زيتون والرب بالزيت والرب وفي اللي يديروا فيها بزيت وسكر ايه ايه فشو رايك نصيحتك للناس هما اللي بده يلبسوا يديروا في الشوكولاته والمكسرات لا 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 ما يديروهاش لا هذا كل شيء في امكانه العصيده عمرها ما تتشوه صحيح تقاليد والله العظيم العصيده الليبيه الاولى الاولى عمرها ما تتشوه بشيء ما شفتي ودي حاجه فاطمه صحتي بارك الله فيك سلمك على الضيافه الحلوه سلمك لا مرحبتين على العين والراس والله يبارك فيك وان شاء الله كثرات طيبه سلمك وانتم بخير يا ربي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يهني بلادنا بس ان شاء الله يا ربي والله العظيم ان شاء الله وانتم بخير يا رب العالمين صحتي بارك الله فيك صحتي وكملي شهيك ولا تو بناكل البيزه نتاعك مشاهدينا الاعزاء زي ما شفتوا اليوم احنا كنا متواجدين مع الحاجه فاطمه قعمزنا وهدرزنا معها وشربنا معها طاسه الشواهي وسمعنا نصايح وعاداتنا وتقاليدنا متاع زمان إن شاء الله يا ربي الحلقة تكون نالت إعجابكم إن شاء الله نكون حاولنا نوجه رسالة للناس اللي نسيت عاداتنا وتقاليدنا زمان نشكر الحاجة فاطمة كده على استضافتها لنا في البيت المونس الرائع وتقبلوا تحياتي كالعادة